السلام عليكم ورحمه الله اخي الحبيب اقرا هذه الايات على الماء وشاهد الفرق باذن الله تعالى الماء هو الحياه ايها الاحبه والماء له بنيه خاصه جدا يختلف عن اي ماده اخرى على وجه الارض التركيب الداخلي للماء او الجزيئي او تركيب ذرات الماء وجزيئات الماء وترتيب هذه الذرات والجزيئات يختلف اثناء قراءة ايات القران. لذلك النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام كان يقرا القران على الماء وكان لا يشرب الماء الا ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم على كاس ماء ثق تماما ان تركيب الماء يتغير. العلم الحديث طبعا اثبت بعض الاشياء حول هذا الموضوع، واستطاع تصوير الاشكال الرائعه التي يرسو ترسمها جزيئات الماء مثل الجواهر واللآلئ شبيهه بالجواهر وكيف تتغير مع الترددات الصوتيه. أنا الذي يهمني هنا أيها الأحبة الآيات التي سنتعلمها اليوم ونريد أن يعني نغير ثقافة شرب الماء بدلا من أن تشرب الماء هكذا اقرأ عليه بعض هذه الآيات واشربه وثق تماما أن هناك فرق كبير في هذه الحالة اهم شيء ايها الاحبه ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم، النبي عليه الصلاه والسلام كان في الطعام، في الشراب، في اي شيء كان يبدا بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا البسملة ضرورية على الماء قبل ان تشربه. والسورة العظيمة جدا، سورة الفاتحة هي اعظم سورة في القران. أن تقرأ هذه السورة سبع مرات على الماء، أنا هذا الأمر مجرب وكثير من الناس جربه، سوف يغير أثر الماء في جسدك، لأن هذا الماء عندما يدخل إلى الجسد يتغلغل هو هو غذاء الخلايا لأن الخلية تحتوي على أكثر من ثلثي وزنها ماء هناك خلايا فيها 90% من تركيبها ماء وبالتالي الماء ضروري جدا أيها الأحبة ونحن نتناول في اليوم أحيانا في الصيف ثلاثة لتر أو أربعة لتر من الماء فبدلا من أن تشرب هذه الكمية هكذا لا كلما شربت القليل من الماء اقرأ بعض آيات القرآن اجعلها ثقافة لك منهج وسوف ترى الفرق إن شاء الله طبعا لا يوجد خسارة لا يوجد أضرار لا يوجد آثار جانبية أنا أدلك على شيء فيه خير وكل حرف تقرأه تكسب عشر حسنات فيه كل حرف تقرأه أنت نزل في رصيدك يوم القيامة عشر حسنات يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث ثواني كم حسنه اخذت بسم الله الرحمن الرحيم حسب ما كتبت في القران تسعه عشر حرفا كل حرف بعشر حسنات يعني مئه وتسعين حسنه اذا هناك مئه وتسعين حسنه نزلت في رصيدك كل حسنه خير من الدنيا وما فيها لان الدنيا ستزول وتفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بينما هذه الحسنه الواحده التي تاخذها ستبقى عند الله وينميها الله وتتضاعف عنده يضاعف الاجر فاذا اخي الحبيب ثقافه قراءه القران على الماء اجعلها ثقافه لك ومنهجا يوميا قلنا اهم سوره او اعظم سوره كما اكد النبي عليه الصلاه والسلام هي سوره الفاتحه سبع ايات اقراها سبع مرات وهي اول سوره في القران اخر سورتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ايضا من الضروري ان تقراهما على الماء لوقايتك من شر الشيطان وشر الحاسدين وشر شياطين الانس والجن طبعا قد يقول قائل يعني انت تتحدث بهذا المنطق في عصر العلم الذي لا يؤمن بهذه الاشياء ولا يؤمن بالشياطين وغير ذلك، كيف تقول هذا؟ شوف اخي الحبيب مهما تطور الانسان علميا الانسان بالنتيجه يبقى عباره عن روح ونفس عباره عن مشاعر مهما تطور تكنولوجيا هو عباره عن انسان يحتاج ان يانس بذكر الله. انظر الى نسب الاصابه بالاكتئاب في الغرب كم هي مرعبه. نسب الانتحار. نسب الكوارث لديهم الاجتماعيه، التفكك الاجتماعي، العنف الاسري. كل هذا لم تنفعهم التكنولوجيا في شيء. اساس الانسان هو الروح والنفس. اساس الانسان التواضع الحياة الهادئة المطمئنة هذا هو الاساس والا كلنا سنعيش هذه الفترة ثم نموت ماذا حققت؟ جمعت مليارات تركتها ثم ذهبت فاذا نحن نركز على الانسان الحقيقي الذي هو يحتاج لحياة مطمئنة حياة هادئة ولن تجد هذه الحياة الا مع الله سبحانه وتعالى، لانه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يمنحك الحياة السعيدة في الدنيا والاخرة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اذا ايها الاحبة اليوم سنحفظ ها... كلنا اتوقع اننا نحفظ هذه الايات اول سوره الفاتحه واخر سورة والسوره التي تعدل ثلث القران قل هو الله احد اقراها ثلاث مرات فكانما ختمت القران على الماء لانها سوره التوحيد والاخلاص وسوره تعزز لديك الثقه بالله الاله الواحد الصمد الذي لا يحتاج الى احد الذي نلجا اليه في الشدائد القادر ان يغيث عباده القادر ان يستجيب دعائك ان يمنحك الحياه السعيده ان ينجيك من المشاكل والشرور والهموم باذن الله. من الايات المهمه التي انصح بها، طبعا القران كله مهم، كله شفاء. ولكن هناك سبحان الله ايات يعني سهله الحفظ ولها اثر كبير هناك ايه في القران يعني انا انا شخصيا اكررها كثيرا واحتاج لها واليوم اظن ان الكثير يحتاجون لها بسبب القلق الذي نعيشه اليوم ضغط المعلومات آه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كرر هذه الآية سبع مرات وأنت تستيقن أن الله سيرزقك اطمئنانا في القلب بعد قراءة هذه الآيات إن شاء الله وعندما تقرأ هذه الآيات على الماء أخي الحب كما قلت لك أثر الماء يتغير في جسدك بعد أن تشربه او تمسح به وجهك او آه يعني اشياء من جسدك لن تخسر شيئا الماء موجود ولسانك موجود ستاخذ حسنات يطمئن قلبك تشعر بالقرب من الله وتستفيد من الماء اكثر اذا لا يوجد خساره من الايات المهمه جدا احبتي في الله ايه او او نص اخر سوره المؤمنون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هذه الايات لها مفعول السحر ايها الاحبه، وهي وهي فعلا تقرا على انسان يتعرض للسحر او الحسد أو الضيق الشديد أو حياتهم امتلأت بالمشاكل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتخيل وأنت تقرأ هذه الآيات كأنما تقرأها كأنما تقرأها على قرينك وعلى من يحسدك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني الله لم يخلق شيئا عبثا. فأيها الحاسد ما تحاول أن تعبث به هذا الأمر لن يمر على الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذا رجوعي إلى الله كل الهموم التي أعاني منها سيأتي يوم ونرجع جميعا إلى الله والله يقضي بيننا وكل واحد يأخذ حقه كاملا أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون اريدك ان تقول هذا الكلام وانت موقن به هذا الحاسد لن يفلح هذا الذي يتربص بي لن يفلح، انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. النص الاخير الذي اتمنى ان يعني تحفظوه معي هو اواخر سوره الحشر. فيه عدد كبير من اسماء الله الحسنى ونحن نعلم أن الإنسان الذي يدعو الله بأسمائه يستجاب له، وقد يكون فيها الاسم الأعظم نحن لا ندري، الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. قبل ذلك لا تنسوا آية الكرسي. طبعاً هذا كلام مفروغ منه. آية الكرسي هي أعظم آية من القرآن، إذا أنت هكذا تكون قد قرأت أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه السنه ولا نوم، هذه آية الكرسي وآخر ثلاث او آخر السورتين المعوذتين وسورة قل هو الله احد ثلاث مرات كانما ختمت القرآن وآية اطمئنان القلب بالاضافه لاخر سورة المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا واخيرا النص من اخر سوره الحشر الذي فيه اسماء الله اكبر نص فيه اسماء الله سبحانه وتعالى وهي علاج وشفاء. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هذه الايه الاولى. حبذا اخي الكريم لو تكتب هذه الايات من المصحف وتضعها امامك كل يوم اقراها مثلا عده مرات. خاصة أمامك كأسماء والورقة أمامك. اقرأ واشرب اقرأ وهكذا ستجد نفسك عدة أيام حفظتها تستغني عن الورقة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذا هذا الإله سيرحمني. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم انظر كم اسم من اسماء الله كثير ف و و والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه هذا اكبر نص فيه اسماء الله يتضمن اسماء لله سبحانه وتعالى فعندما تقرا هذا النص عده مرات ويفضل ان تقراه كما قلت على الماء سيحدث تاثيرا سواء في الماء او في حياتك انت الذي يهمني اخي الحبيب الاثر الذي تتركه هذه الايات في حياتي او في حياتك على سلوكك، على حياتك ستزيد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. سيزداد اطمئنانك. وستنظر الى هذه الدنيا على انها فتره مؤقته تعود بعدها الى الله سبحانه وتعالى فترتاح جدا. كلنا نريد الراحه النفسيه في مثل هذا العصر ايها الاحبه. اذا لا اريد ان اطيل عليكم. ان آه شاء الله ساحاول كتابه هذه الايات تحت الفيديو آه لمن احب ان ينسخها ويضعها على ورقه ويقراها ويحفظها والقران كله خير وكله شفاء وكله كلام الله سبحانه وتعالى وهو رحمه وبركه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، نسال الله عز وجل ان يجعل هذا القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.